مشاهدينا، لقاء تالي بيجمعنا مع أحمد حسيني مدير أكاديمية إي روبوت بجمعية كلمات. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير، ينعاد عليكم جميعا وعلى جميع اللبنانيين إن شاء الله. ينعاد عليك يا رب، وإن شاء الله على كل اللي عم بتابعونا بظروف أحسن. أكيد بالبداية تعريف عن الجمعية لكل الأشخاص اللي ما بيعرفوا بعض عنه. جمعية كلمات هي جمعية نشأت من الحاجة للمجتمع لبعض المبادرات، يعني من ضمن المبادرات بالمجتمع تعني بعلوم الروبوتيك، يعني بكل شيء بيختص بعالم الروبوتيك، من تنمية قدرات الأبناء، من نوادي، من مدارس، واكبة مدارس، إضافة إلى بننظم أكبر بطولة على صعيد لبنان هي الـ ARC Competition لننمي قدرات الأولاد ونبرز هاي الطاقات. نعم، الجمعية أكيد معروفة بخطط كثيرة ونشاطات عديدة، نتمنى أنك تعطينا لمحة عنها قبل ما نحكي عن مبادرتين يلي بدنا نحكي عنهم اليوم بالتفصيل ضمن اللقاء معك أستاذ. الجمعية مثل ما قلت تأسست سنة 2010، بتشتغل مع المجتمع المحلي، مع وزارة التربية، مع الجامعة اللبنانية، مع البلديات، مع المدارس. أهمية الجمعية أنه مثل ما قلت بتقدم خدمات ومبادرات لتنمية قدرات المجتمع وتطوير هذا المجتمع بعالم مثل ما قلنا عالم الروبوتيك، إضافة إلى مبادرات تانية اجتماعية، يعني بحسب كل ظرف ومكان يعني شو بيتطلب المجتمع، فبتكون هي مبادرة إلى إنشاء حسب احتياجات المجتمع من مبادرات. نعم، مبادرتين عم بتقوموا فيهم هلا، اولا اكيد تعليمي اكثر، والثاني كمان بالتعاون مع الجامعه اللبنانيه، بنتمنى انك تكون عم بتخبرنا بالتفصيل عنهم. هلا نحن كجمعية كلمات مثل ما قلت كوننا نحن انه من المجتمع وللناس، فمشان هيك بداية مع بروز التعلم عن بعد، ومثل ما بتعرفي انه عدة وسائل للتعلم عن بعد، انه فقمنا بأكثر مبادرة. المبادرة الأولانية انشأنا منصة تعليمية وعملنا مثل ما نقول شيء ثاني انه تعلم عبر عن بعد من خلال نطلع لايف 3 حلقات كل اسبوع لمختبرات افتراضية، يعني مختبرات بيقدر الواحد حتى لو ما عنده وسائل تعليمية يقدر ينجز مشاريعه. إضافة إلى ذلك أطلقنا بطولة يعني مثل كومبيتيشن على صعيد الأطفال، يعني الأعمار من 6 سنين ل 12 سنة. هذه الكومبيتيشن بتقول إنه كيف الأولاد معقول يستثمروا وقتهم بالتعاون مع أهاليهم لينجوا مثل من خلال الكودينج، من خلال البرمجيات، مثل قصص توعية عن الفيروس، او مثلا education او art، يعني شيء فني او game، ينشئوا game. هي اول مبادره وكان في تجاوب كثير ورائع، يعني نحن حاولنا بهيدي التجربه انه نجمع ما بين الاهل والاولاد ويستثمروا اوقاتهم مثل ما قلت، ونشوف ابداعات تلاميذنا، لانه هن اوقات بيوصلوا افكار غير ما الكبار بيوصلوها، يعني بمفهومهم الصغير كيف بيشوفوا هيدا الحدث. وهيك هلا المبادره الثانيه كانت بالتعاون مع جمعية الشباب للإبداع والتطوير اللي هي Youth for Innovation and Development، وبالتنسيق مع سنترومين الجامعة اللبنانية. هي هذه المبادرة انه نحن هلا عم نشوف كثير شباب عم يقوموا بإنتاج مشاريع تشغيلية، وهيدي المشاريع وأفكار إبداعية بأزمة الكورونا، ولكن هيدي الافكار الابداعيه بالنهايه يمكن خلينا نقول انه هي جيده وممتازه وحلوه، ولكن قد تكون موسميه. طب كيف نحن معقوله هيدي الافكار الابداعيه نطورها؟ لابد انه حدا يحتضنها، لابد من انه حدا يحتضنها ليوصلها لتصير منتج فيما بعد، لانه يمكن هلا مثلا كتار عم يعملوا افكار بس بالنهايه بدها المجتمع يتلقفها
وشو بيقول ويكون عندها استمرارية كمان استمرارية. فمشان هيك نحن قمنا بمبادرة، هيدي المبادرة بتقوم انه على تقديم الخدمات التقنية، بيقولوا شو بنقول نحن المنهجية، يعني نحن والطالب نمشي نحن وياه بمنهجية لنوصله يصير هيدا البروتوتايب هو فكرة ويصير منتج ويمكن شركة بالنهاية، لأنه هيدا علم بالنهاية بحد ذاته، يعني مش انه بس منفذنا المشروع وهيك، لا في بروسيسنج وفي بالنهايه في علم قائم لتوصل الى مرحله وقد تاخذ معه شهرين ثلاثه ولسنه انه ليوصل يصير منتج. فنحن بنقدم له كل شيء تقني دعم، بنقدم له المواد اللي هو بحاجه لها، وشو بنقول يعني كل شيء معقوله من الخدمات على هذا الصعيد. هلا قد يكون في بعض المال يعني الماليه، بس نحن بنفضل نروح اكثر يعني مثل ما بقول على الدعم التقني والدعم، نحتضن هيدي الفكره بنوصله لمرحله انه هو يصير منتج. هيدي هي الفكره الاساسيه، يعني لانه في كثير شباب مثل ما عارف هلا بيقوموا بفكره، بس انه بالنهايه هالفكره يمكن مثل ما برجع باكد انه هي يمكن تكون انيه، يعني بهيدي اللحظه قام بالفكره بس ما حدا احتضنه وما حدا، وهي بنصادفها كثير نحن، بس نكون طلابنا عم بيشاركوا ببطولات وكذا، بيقوم بمشروع بفكره معينه واخر الشيء بس يربح وياخذ جائزه بيقول بعد هيدا الشيء شو بدي اعمل، يعني مشروعه شو بيصير، فبيكون حاطه على الرف وما عم يستفيد منه ولا شيء. لا نحن هون بدنا المشاريع الأفكار الإبداعية اللي عم بيقوموا فيها اللبنانيين، الشباب اللبناني اللي عم يبرز يوم بعد يوم أهميته بإيجاد حلول وتطوير أفكار إبداعية وهيك، إنه نحن نجي نحتضنه ونجي نقول له لهيدا الشاب تعال نحن وياك بإيد بإيد نكبش بعض ونروح بمسار لتصير بالنهاية أنت منتج وشيء بالنهاية تأسيس له مردود له كل شيء. بدي أسألك عن الصعوبات اللي عم تواجهوها بتطبيق هو للمبادرتين. يمكن المجال يلي يعني حضرتكم مختصين فيه هلأ مع التعليم عن بعد ومن خلال كتير من البلاتفورمز عم بيكونوا عم بيعتمدوا لأغلبية الطلاب الموجودين على الأراضي اللبنانية، بالعكس بخليكم تحسوا أنه هلأ رغم كل هالظروف الصعبة ولكن هلأ الوقت المناسب لتطبيق هول المبادرات، فيك تكون عم تقلي لا مع هيدي الأزمة وتصالح الناس يمكن مع فكرة التعليم عن بعد عنا بعد صعوبات أكثر وأكثر. هلا لا شك إنه بس خلينا نوضح إنه التعليم عن بعد هو تعليم استثنائي، يعني هو بالنهاية ما بيكون بديل عن التعليم الأساسي. هو هلا نحن عم نجي نقول إنه تعالوا لنستثمر أوقات أبنائنا أحسن ما يكونوا بالنهاية ما عم بيشتغلوا ولا عم بيتعلموا ولا شيء، بقدر إنه مثل ما بيقولوا يعني شو بيقولوا يعني انه بمعنى انه نحن اولادنا خلينا نشغلهم، خليهم على طول انه هن عم بيستثمروا الوقت، بمعنى انه بتعرفي لانه من هي الفكر اذا وقف بمرحله محل ما عاش عم يتعلم يمكن بطل في عنده قدراته تخف، فهن عم نحاول نحن انه من خلال التعلم عن بعد نستثمر باوقات محدده ومعينه. هلا في وسائل كثير للاستثمار، هلا كيف عم بتصير انه في ناس يمكن عم تطلع اونلاين صف مباشر ويكون فعال كثير، في ناس من خلال بتعطيهم مصادر تعليميه وبتقول لهم استفيدوا من هاي المصادر وبتعطيهم تحضير وبتعطيهم شرح، في ناس مثلا عم تنشئ صفوف مثل ما قلنا افتراضيه لمعامل وبتعرف خصوصا بالالكترونيك وبهيدا الامور. اكيد بالنهايه له اهميه هلا بهيك ظرف، ويمكن نحن بالسنوات القادمه يمكن ان شاء الله اللي بدها تيجي بعد ما تعد هاي الازمه وان شاء الله بتعد بخير وسلامه على جميع العالم واللبنانيين، فلابد انه بده يصير يتخصص شيء من هيدا. هلا في جامعات كانت تعتمد ومدارس تعتمد من زمان هيدا وبتعتبر 40% انه من هيدا التعليم انه هو بيكون تعلم عن بعد، و60% بده يكون تعلم مباشر لانه بالنهايه ما في. هلا قلتي لي انه بخصوص مبادراتنا وقد اهميتها وهيك، هلا نحن قلت انه بالنهايه نحن عم نتعاطى مع ابنائنا واهلنا بمبادرات يعني هي مش فوق
طاقتهم. بالعكس نحن عم نقول لهم مثلا اذا بدي اجي للكودينج، الكودينج نحن عم نحاول انه حتى البي او الوالده او الوالد، يعني انا بيقول طب شو دخلني بالكودينج، انا ما عندي معرفه معنا. يمكن اذا قعد مع ابنه وشو بيقولوا انه هيك كسر هيدا الجليد ما بينه وبين اللغه، اللغه اللي عم نبعتها صوريه، يعني لغه اشبه باسقاط، يعني عمليه اسقاط. فحلو يتفاعل مع اولاده، ونحن شفناها هيدي كثير، شفناها من خلال ومرات الاولاد عم بيعلموا. انا شفتها كثير يعني من خلال المبادرات اللي انبعثت لنا، ففي حوارات صوت مسجلين اصوات وهيك لاهل من بعض، مثلا بي مع ابنه، حتى اجينا مبادره من بولندا، يعني صور منين انه عم بيبعثوا لنا فيديوهات، فاجينا من اكثر من مبادره من كذا مطرحه من لبنان، يعني متنوعه لانه احنا فاتحين كنا لكل، فبتلاقي انه تسجيل اصوات، حتى انه لو تسنى الوقت يمكن نبعث لكم فيديوهات وتشوفوا التفاعل، انه كل حدا مصور هو اهله قاعدين وعم يتحاوروا انه شو عم تشتغل وشو عم تفعل، قال له انه انا عم بعمل قصه، قال له شو هي القصه، قال له التوعيه للناس كذا كذا هيك. فلا في تفاعل كثير من الاهل، ونحن هذا دورنا انه مثل ما عم نقول نحن بالنهايه يعني نحن جزء من المجتمع، يعني انا بقول كل شيء بالمجتمع، اكيد في غيرنا كثير وفي مبادرات كثير كل شيء، بس هول المبادرات كلهم مع بعض بكونه مثل بيقولوا شيء جيد. ما فينا نيأس، ما في لازم نيأس، بالعكس لازم يضل في مبادرات، لازم تضل الناس تسعى لطرح مبادرات جيده، وهذا دورنا نحن يعني كجمعيات وكمدرسين وكتعليم وكذا، انه لا نحن ما فينا نجي نقول انه هيدا خط النهايه، هي نقطه النهايه ولازم نوقف وخلص ما بقى نعمل شيء ونستسلم وهيك، لا بالعكس لازم يضل في عنا امل. وهذا اللي عم يحاولوه الاهل هلا، ما حدا منا كان مدرب على التعلم عن بعد، يعني اذا بتلاحظي هلا ما في حدا، الاهل منهم مدربين، الاساتذه منهم مدربين، الطلاب منهم مدربين، فهلا الاساتذه يعطيهم الف عافيه وبالكادر التعليمي والمؤسسات يعطيهم الف عافيه، عم بيحاولوا هلا انه يشتغلوا، بده يحسوا حاسين حالهم وكانه هن بتجربه، يعني فايتين بتجربه اشبه بمعمل، وهالمعمل عم ينتج ينتج لبالنهايه توضح الرؤيه ويطلع افكار بالنهايه هي الايديال، يعني بنقول المثاليه للتعلم عن بعد بهالاوقات، يعني وبظروف الصعبه. اكيد اكيد. هلا نحن مثل ما قلت مبادره، هلا نحن بالمبادره الثانيه قصه التعاون مع جمعيه الجامعه اللبنانيه وجمعيه الشباب والابداع والتطوير، اكيد بيكون في خوف عند بعض الشباب، يعني قد يكون في خوف انه انا فكرتي حدا ياخذها او كذا هيك، لا الهدف مش هون، نحن الفكره اللي عم نقولها عم نتوجه للشباب، وانا بتوجه لهم هلا عبر شاشتكم، انه نحن عم نتوجه لهم عم نقول لهم انه انتم يعطيكم الف عافيه، رائعين مبتكرين مميزين، انتم قدمتوا افكار ابداعيه، بس هيدي الافكار الابداعيه ما بيكفي انه انا اقدمها واصنعها وهيك، لانه بالنهايه في بروسيسنج، في مسار معين لتوصل تصير منتج. هذا المسار هلا اي فرصه نحن عم نقدم لكم اياها، مع حفظ الحقوق، مع حفظ كل شيء، في دعم تقني، في دعم مثل ما قلت مواكبه من دكاتره الجامعه اللبنانيه، من جمعيه كلمات، من جمعيه الشباب والابداع والتطوير اللي قلنا عنها يوسفور انوفيشن اند ديفلوبمنت، في سنتر مين، يعني معروفين، يعني بس نقول جامعه لبنانيه مش عم نقول يعني حدا، صح ولا لا؟ فهيدا هو، فلا لازم يبادروا الشباب، لازم يقدموا افكارهم لتوصل لتصير بهيدا البروسيسنج. تلاميذنا اللي قلت عن البودينج والاهل وهيك، بالعكس انا بقول انه هلا في دراسه كثير، بتعرفي هلا مفكره مدرسيه وعم بيصير في كثير عبء على الاولاد وعلى الاهل، وخصوصا انه هيدا كله بده نت، يعني كل اللي عم نحكيه بالنهايه بحاجه لانترنت، يعني هذا حتى التعلم عن بعد شوفي انه قد ايه هو حلو كثير، بس بدون نت يعطيك العافيه ما بقى في تعلم عن بعد، صح؟ يعني ابرز نقطه فيه هو الانترنت، يعني فنحن الاهل عم نقول لهم هلا استفيدوا، نحن عم نعطيهم برامج تفاعليه، ما لنا بحاجه لانترنت ولا شيء، يعني هن بالبيت هن قاعدين هن اولادهم بيستثمروا اوقاتهم وبيقدروا يعطوا افكار، وبالوقت ذاته عم بيودوا رساله بهيدا الظرف وبهيدا الزمان لغيرهم، انه كيف انه كيف بده يتوقع مثلا هلا الفيروس كيف معقول يتساهم هيك، عرفتي كيف؟ انا هذا اللي قلته، لانه بالنهايه بتعرفي انه لغه الاولاد مع بعض غير لغه الكبار من كبير لصغير، بتلاقي مثلا في توعيه كثير وفي ارشادات كثير وكل شيء، بس يمكن كل عمر بيفهم لغته للثاني، يعني كل مثلا اذا افترضنا تلميذ عمره 12 سنه عم بيودي رساله لتلميذ عمره 12 سنه، يمكن تكون افضل من كبير عم بيودي رساله لابن 12 سنه، لانه هن لغاتهم واعمارهم من بعض وبيفهموا بعض كيف بيتفاعلوا مع بعض، صح؟ يعني. صح، وكتير صح كمان. شكرا كتير لك أحمد حسيني، مدير أكاديمية إي روبوت بجمعية
كلمات، ويعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها. أكيد اليوم تناولنا يعني مواضيع تعليمية بامتياز معكم مشاهدينا خلال لقائنا ببرنامج يوم جديد. بدي أتشكر حضورك أحمد حسيني، وأكيد اليوم استثنائيا مشاهدينا رح نكون عم نختم لقاءاتنا بيتمام الساعة 11 لنكون معنا الوقيع القديس بمناسبة يوم تنين البعوث، وأكيد الفصح المجيد من خلال الشاشة. يعني عم نكون عم نجرب قد ما فينا، رغم أنه يمكن التوجه للكنيسة ما بيتعود، بس قد ما فينا لما عم نعلي صوت التلفزيون ببيوتنا ترتيل الترنيم بخلينا يمكن نضل شوي قرب من ربنا ونكون قرب وعم نحس يمكن هالسنة معنا العيد الحقيقي. فاصل ومنتابع، خليكم معنا. صباح الخير مجددا مشاهدينا، اللقاء الاخير استثنائيا لليوم مثل ما قلت، لانه رح نختم بتمام الساعه 11 لنكون معنا الوقائع القديس الالهي بمناسبه تنين البعوث مع دكتور انطوان عون، الاختصاصي والباحث الجامعي والاختصاصي بالطب العائلي وامراض التغذيه. صباح الخير لك دكتور عون، واهلا وسهلا فيك. الله معك ومع المشاهدين. ينعاد عليك فصح مجيد. وعليك، المسيح قام. حقا قام ونحن شهود على ذلك. دكتور عون، اليوم لحسن الصدفة هيك مثل ما بيقولوا بلقاء طبي سابق بهيدا الحلقة، كنت عم بحكي كمان مع اختصاصي طب عام ووقاية دكتور أبي نادر، وكنت عم بقول قديش نحن كلبنانية ما عنا ثقافة الفاميلي دكتور أو الشخص يلي مثلك، يلي بعتقد عن جد لازم تصير ثقافة معتمدة ونبطل نكون عم نعالج حالنا بحالنا وهو بيوجهنا عند الطبيب المختص. نحن معودين دغري نروح عند المختص، هيدا إذا ما عالجنا حالنا نحن بالبيت من الدواء اللي الجارة أخدته. بقى اليوم هيدا عن جد مناسبة جيدة وصدفة كتير حلوة إنه نكون عم نقول للمشاهدين قديش مهم يكون عنا فاميلي دكتور هو يوجهنا عند الاختصاصي، يكون عم بيعملنا اورينتاسيون يعني على المطرح اللي لازم نروح لعنده، خاصة بظل هيدي الظروف يلي عم نعتلها منروح فيها عند الطبيب. تماما، بوافقك 100% رأيي. دكتور عون، اليوم بدنا نحكي عن شغلة كتير مهمة ومستجدة مثل الكوفيد 19 أو الكورونا المستجدة اللي هي كمان عادة عنا إياها كلبنانية، خاصة السوبليمان أليمانتير أو الفيتامينز أو الفيتامينات والمتممات الغذائية اللي منتعود أنه تكون موجودة عنا بالبيت ومناخدها عشوائيا كلها مع بعضها، و كتار حتى فكروا انه بهيدا الوقت لنقوي مناعتنا مهم انه نكون عم ناخذ فيتامين سي مثلا بشكل كتير زايد عن حده، وفي كتير غيرها من الفيتامينات، يعني نحكى كتير عن الزنك، عن السيلينيوم، عن الفيتامين دي، فيتامين او، فيتامين سي. خبرنا اكتر وصوب لنا الحقيقة، صوب لنا. نعم، خليني أقول أنه يمكن بفهم العالم أنه هالموضوع كان مهم بالنسبة لهم وأثار شوية لغط لعدة أسباب. أول سبب بكل بساطة الإحصائيات العالمية، يعني إذا بنرجع لأوروبا وأمريكا وعدة دول مش لبنان بس، بيّنت هالإحصائيات أنه أكثر مبيعات طبية بعد الكفوف والماسكات والمعقمات كانت للفيتامينات والمعادن، والإحصائيات بتقول أنه أكثر فيتامينات ومعادن انباعت بالصيدليات وبرات الصيدليات، لأنه بالبلدان برا مش دائما بالصيدليات تنباع المكملات الغذائية، يعني الفيتامينات والمعادن. أكثر فيتامينات ومعادن انباعوا هن الفيتامين سي، الفيتامين دي، الزنك،
والخلطات الفيتامينات مع بعضهم اللي بنسميهم مالتي فيتامين. صحيح. هلا تاني سبب، لانه اكيد حضرتك والمشاهدين سمعوا بالدراسات اللي انعملت وعم تنعمل لعلاج الكورونا فيروس، اما لعلاج الكوفيد 19 خاصه الدواء الهيدروكسيكلوروكوين والازيتروميسين. بقلب كل هالبروتوكولات العالم كانت عم تسمع انه الاطباء وفرق الطبيه عم تستعمل ايام يا اما الزنك يا اما الفيتامين سي يا اما خلطات من الفيتامينات بعلاج الكورونا فيروس. من هون كمان سالوا حالهم وبحق لهم انه ليش زادوا على العلاج هالشيء؟ الارجح هاته بفيد. وثالث نقطه هي انه نحن بنعرف انه بالايام العاديه، يعني بالشيء بنسميه كومن كولد، النزله البرديه، اما الزكام اما الرشح، العالم كان عندها نوع من اذا بدك عاده تستعمل الفيتامينات خاصة الفيتامين سي تتخفف من الإصابة. فكمان هذا الموضوع رح نرجع نحكي فيه خلال الحلقة. ففكروا بنفس الطريقة أنه إذا كنا عم نحمي حالنا من غير فيروسات بالأيام العادية، ليش ما بنحمي حالنا من هالفيروس بالذات نحن عم نستعمل هالفيتامينز أما هالمينرالز. فإذا شوي منطقي التفكير بهيدي الطريقة. أكيد منطقي، أكيد معهم حق. وأنا بعتبر أنه حتى الجواب منه هين، يعني ما في الواحد بسهولة يجي يقول إيه وما في بسهولة يجي يقول لا. مشان هيك نحن رح نحكي خلال الحلقة ورح نوضح أنه ننتبه لبعض الأمور، بس بذات الوقت في شيء بنسميه الحقائق والبراهين الطبية. بس دكتور عون، للمصادفة كمان مؤخرا قريت دراسة عملت حتى بالولايات المتحدة الأمريكية عن قديش الأمريكان هي flashes down the toilet، يعني إذا بدك الفاتورة الصحية عم بكبها بالمتممات الغذائية والفيتامينات اللي عم تروح سودان. يعني رح أقولها بطريقة تانية، رح كمل على الشيء اللي قلتيه وقول إنه إن كان إذا بدنا نحكي بالكوفيد 19 أما بغير الكوفيد 19، كتير منيح طبيا لما نحكي عن أي علاج يكون عنا براهين ودراسات ونكون مأكدين من الشيء اللي عم نعمله. نعم. هذا شيء كتير مهم، وإلا بيصير الواحد شو ما نوصف له أما شو ما نعطى نصيحة يعملها، وهيدي كارثة. لأنه هلأ كمان بآخر الحلقة رح نحكي شوي بالخلاصة، رح نقول أنه حتى الفيتامينات والمعادن يعني المكملات الغذائية تعتبر دواء، يعني ما فينا نعتبرها الأرجح بتفيد ما بتضر. هيدي المقولة غلط، غلط جدا. مشان هيك إذا بدنا شوي نحمي حالنا من هالشي اللي قلتي حضرتك، كتير منيح نسأل حالنا مثلاً على الكوفيد 19، هل في ثوابت علمية وبراهين إنه إذا أخذنا فيتامينات أما معادن هالشي ممكن يخلينا نتجنب الإصابة بالكوفيد 19؟ إذا بدك بشكل مباشر الجواب هو لا، ما عندنا بعد براهين وما بعد ما عندنا بعد دراسات، خليني اقول نتائج دراسات، لانه في دراسات هلا عم تنعمل وكلنا عم نسمع فيها، بس المشكله انه هالدراسات بلشت معظمها بشباط، تقريبا نص كثير حديثه شباط. برافو عليكي، وانعملت على عدد ناس قليل، والنتائج بيقولوا الاخصائيين اللي عملوا هالدراسات بيقولوا انه الارجح اذا بدنا نتائج جديه بدنا ننطر لايلول. نقطة انه انعملت على عدد قليل، صحيح. نقطة ثانية انه الفيتامينات والمعادن اللي انعطت بكميات كتير كبيرة، يعني مش الكميات اللي عادة تاخدها العالم بالحبوب، لانه انعطت بالعرق. فكمان هذا الموضوع دقيق، وانعطت لاشخاص اوريدي يعني عندهم مصابين بالفيروس وعندهم الاعراض، ما انعطت لاشخاص نتجنب انه يصابوا، يعني لانه كوقايه، لانه بالعلاج في نوعين من العلاج، في الوقايه وفي علاج المرض بحد ذاته. وعاده بالفيتامينات والمعادن بنركز اكثر على قصه الوقايه، لانه هذا الهدف، يعني انه ما نوصل للمرض. فهذا الموضوع ما اندرس بعد،
يعني على الجهتين من درس. هلا في مقوله ثانيه وكمان هون ما فينا ما نعطيهم كثير حق، بيقولوا انه لما يكون في وباء عالمي وعم بيقتل العالم ما فينا كثير ننطر كمان، يعني كمان شوي، يعني هذه بترجع ل اذا بدك علاج الهيدروكسيكلوروكوين والازيترومايسين والعلاجات الاخرى، انه صحيح ضروري يكون عندنا ثوابت علميه وبراهين، بس كمان بذات الوقت ما فينا كثير ننطر مثل الايام العاديه، لانه في عالم عم بتموت من وراء الوباء. فكمان اذا بدك هيدي طريقه التفكير منا خاطئه 100%. دكتور عون، كتار من الأشخاص يلي عم بتابعونا يمكن هلأ بفكروا أنه الارتباط وثيق جداً بين هل المتممات الغذائية، الفيتامينات والمعادن والمناعة، وبالآخر تنحكي بشكل عام عن أي فيروس أو بكتيريا ممكن يكون عم نلقطها أو أي مرض ممكن يكون عم بصيبنا، وقت تكون مناعتنا قوية بمواجهة هالأمر يلي عم نتعرض له بتكون النسب أقل وضئيلة بأنه نمرض. كباية العصير يلي منشربها منفكر انه عم بتفيدنا، بينما بس نقرا بالدراسات بمطرح تاني منشوف انه اف لا، كميه الفيتامين سي اللي نحن بحاجه لها منا ابدا موجوده بقلب هيدا الكوب. ولكن حضرتك كاختصاصي بالطب الغذائي كمان بدي اطرح عليك سؤال، نحن ما منكون عم نعمر المناعه بكبيه العصير يلي عم نشربها كل يوم لحتى ما نعوز بعدين نكون عم ناخذ هيدا المتممات الغذائيه to boost our immunity؟ رح جاوب على سؤالك بطريقة شوي مختلفة. رح أسأل السؤال هل يا ترى، ورح أعطي مثل تا ما نكون عم بحكي نظريات تا العالم تعرف حالها على الأرض كيف تفكر. رح أعطي مثل الرشح اللي سميته common cold، أما النزلة البردية اللي علميا بيسمى نزلة البردية، اللي هو عادة بيجي من فيروسات بيشبهوا أكيد الكورونا بس أكيد ما كانوا عم بيشكلوا هالنوع من الوباء وبهالطريقة وسرعة الانتشار. صحيح. هلأ شو بتقول الدراسات؟ رح أخذ أول شيء الفيتامين سي، وعم بحكي عن المكملات قبل ما أحكي عن المصدر الطبيعي. بالنسبة للدراسات، وعندنا دراسات يعني خليني أقول فينا نتكل عليها، الدراسات بتقول أنه الأشخاص اللي عم بياخدوا supplements يعني مكملات فيتامين سي تيحموا حالهم من الإصابة بالنزلة البردية بصراحة ما بيستفيدوا شيء، وهذا أكدته الدراسات. يعني بمعنى آخر، العالم العادية مثلي ومثل حضرتك ومثل المشاهدين اللي عم بيشوفونا اليوم، إذا أخذوا فيتامين سي بالخريف، أما خليني أقول بأول الشتاء بكميات كبيرة كمكملات، الدراسات بتأكد أنه هيدا الشيء مش رح يخفف الإصابة بالنزلة البردية وبشيء منسميه التهابات الجهاز التنفسي. بيّنت بس أنه ببعض الحالات الكتير كتير كتير استثنائية اللي ما منشوفها عادة عند جنود بمناطق جليد عم بيعملوا مجهود كتير قوي، معقول تخفيف، بس عندنا نحن بالحياة الطبيعية ما إلى إفادة. فمشان هيك هيدي أول صرخة لازم اليوم توصل، أنه المكملات اللي منخدها عادة للحماية من النزلة البردية ما بتفيد. هلا هيدي كوقايه، بل ببعض من الاوقات بتضر. دكتور عون، خلينا نقول لازم نشرب كثير مي معها، خاصه هلا اللي عم بياخذوا ثلاثه واربعه الاقراص، يعني ما رح نسمي الماركات الفوار او اللي اكخوكي، بيأذي الكلاب كثير. يعني من هيك انت كنت عم تقول باول الحلقه يعتبر دواء، يعني ما بقى لازم يكون عم بينباع اوفر ذا كاونتر او بشكل بدون وصفه طبيه. لكي رح أعطي بعض الأمثلة، لأنه كمان فتحنا هلالين كتير مهمين، هو هل يا ترى عندهم عوارض جانبية الفيتامينات والمعادن؟ الجواب هو أكيد
اكيد عندهم عوارض جانبيه. بلشنا بالفيتامين سي واعطيت مثل حضرتك انه في دراسات بتقول انه بيزيد البحص والرمل بالمسالك صحيح. البوليه، وعند بعض الاشخاص اللي بياخذوا كميات كبيره كمان بيعمل نوع من الاسهال، هذا الفيتامين سي. اذا بنروح لغير فيتامينز، مثلا فيتامين اي اللي كثير مشهور كان مضاد للاكسده انتي اوكسيدنت، واللي كان بصراحه من اكثر الفيتامينات مبيعا من فتره مش كثير طويله. دراسات بعض الدراسات اكدت انه ممكن يزيد الوفيات اذا بناخده كمكملات بكميات كبيره، وحتى اذا بنحكي بالتهابات الجهاز التنفسي الفيتامين اي بيزيد خطر الإصابة التعرض لهالإصابة لالتهابات الجهاز التنفسي. حتى الفيتامين دي بحد ذاته في بعض الدراسات بتقول أنه بيزيد نسبة الكالسيوم بالدم، وكمان حتى بيزيد نسبة الإصابة، معقول يزيد نسبة الإصابة بكمان بحص والرمل بالمسالك البولية. وحتى الزنك اللي هلا راح شوي نحكي عنه كمان خلال الحلقه عنده عوارض جانبيه. ولكن اذا برجع شوي للفيتامين سي، كنا قلنا انه دراسات اكدت انه كوقايه ما بيفيد. هلا السؤال الثاني اللي انسال على الفيتامين سي انه اذا انا بلشت بالعوارض، عوارض النزله البرديه، هل يا ترى اذا اخذت بالاول ممكن خفف هالعوارض وخفف المرض؟ كمان الجواب اجى محبط انه ممكن يخفوا العوارض بشكل 5-8% اللي هو رقم كتير ضئيل، وبصراحه ما بنعطيه اهميه طبيه. مشان هيك حتى كمان كوقايه وكعلاج ما بين انه الفيتامين سي مفيد. هلا بالنسبه لباقي الفيتامينات الفيتامين دي وحتى الزنك، خليني أكون دقيق هون لأنه في كتير دراسات على الفيتامين دي وفي كتير دراسات إيجابية على الفيتامين دي وعلى الزنك، بس رح أقول الأمور بشكل دقيق تيوصل المساج بشكل واضح. أنه بالإجمال إن كان الفيتامين دي وإن كان الزنك، صحيح أنه بخففوا الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي، وحتى الزنك بخفف الإسهال خاصة عند الأطفال والتهابات المصارين، ولكن بيّنت الدراسات أنه هالشي منشوفه خاصة عند الأشخاص اللي عندهم نقص إن كان بالفيتامين دي أما بالزنك. يعني هل الحماية من الفيروسز من الالتهابات الجهاز التنفسي منشوفها خاصة إذا الشخص عنده نقص بالفيتامين دي أما إذا الشخص عنده نقص بالزنك؟ وهذا الشيء كيف ممكن نعرفه؟ عادة الطبيب أما جهاز الطبي الأخصائي بالتغذية ممكن يقدر يحدد إذا هالشخص معقول يكون عنده نقص بالفيتامين دي أما بالزنك. هلا ما ننسى أنه الفيتامين دي مصدره الأساسي هو تعرض للشمس مش التغذية، مشان هيك كمان هذا الموضوع كتير دقيق خاصة بهيدي الفترة. اولا نحن بفصل الشتاء، يعني الشمس منا تعتبر فعاله تعطينا الفيتامين دي. ثاني شيء من وراء اكيد التباعد الاجتماعي اللي عم نجرب معظمنا نعيشه، والحجر الصحي ما عم نتعرض للشمس، فمشان هيك اذا بدك في بعض الدول نبهت كثير من هالشيء، وبتصور نحن كمان بلبنان لازم ننتبه لهالموضوع انه معقول من وراء الاجراءات اللي عم نعيشها اشخاص اللي اوريدي عندهم شويه نقص بالفيتامين دي يزيد النقص بالفيتامين دي. بهالحاله منعوز المكملات، وبهالحاله معقول هالمكملات تكون مفيده وتحمي من الاصابه بالفيروس اما حتى تخفف عوارض الامراض. دكتور عون، الزنك يلي هو ملك تقوية المناعة، أول ما منقول لكل الأشخاص بآخر 4 دقائق معنا على الهواء قبل ما نختم، دايما وقت نحكي عن المناعة منذكر الزنك والسيلينيوم يمكن أكتر شيء، ومنحس أنه يمكن عنا مجال أكتر، منسمح لحالنا، منعطي لحالنا فسحة أكتر، نكون عم نتناول الزنك كمتمم غذائي بشكل كبير لأنه اسمه مرتبط بتقوية المناعة، وفي كتير كمان
مفاهيم خاطئة عن هذا الموضوع، شو إفادته وكمان شو ال يعني خليني أقول السايد إفكت، وأنا ما تعودنا نقول مع كلمة فيتامين سايد إفكت بس اليوم تعلمناها مع حضرتك. إيه أكيد نسميهم سايد إفكت أما أدفيرس إفكت، يعني خليني أقول العوارض السلبية اللي بتجي من وراء هالمكملات. هلأ بالنسبة للزنك معك حق، الزنك عم جرب احكي اكيد ثوابت علميه وعم بحكي دراسات تما نكون عم نحكي شوي شعر، لانه ايام بالتغذيه وخاصه بالفيتامينات والمعادن بينحكى شوي شعر، يعني بينحكى شوي انه بيفيدوا. هذا الموضوع لازم كثير نبعد عنه، لانه اذا في براهين لازم نقول، اذا ما في براهين بيفضل انه نسكت وما نحكي عن الموضوع ابدا. رح احكي عن براهين بالنسبه للمكملات الزنك. بالنسبه للمكملات الزنك البراهين بتقول خاصه عند الاطفال انه اذا انعطوا، بس هيدي صارت بالبلدين اللي تبين فيها انه الاطفال والعالم بالاجمال عندهم سوء تغذيه وعندهم نقص بالزنك. فبهالبلدين وعند هالأشخاص اللي الأرجح يكون عندهم نقص بالزنك، تبين أنه إذا بنعطي مكملات زنك هالزنك بخفف الإصابة مثل ما قلنا بالتهابات الجهاز التنفسي وبالإسهال، يعني التهابات الجهاز جهاز الهضمي المصران بتقريبا حوالي الثلث، يعني أكثر من 30% ممكن يخفف الإصابة وممكن يحمي من هالشي. هلأ بذات الوقت مثل ما قلت إنه الزنك كمان إذا تاخد بكميات كبيرة وعن شخص منه بحاجة لزنك ممكن يكون مؤذي. العوارض الجانبية، أشهر عوارض جانبية هو الاستفراغ والإسهال، ومعروف إنه كمان الزنك إذا ناخده بكميات مهمة ممكن يأثر على امتصاص النحاس، يعني بيصير ياخذ من درب معادن نوع اخر من المعادن، فكمان هيدي تعتبر خطوره. هلا اذا بدي كخلاصه لانه شوي قربنا من نهايه الحلقه، معنا دقيقتين دكتور عون. نعم كثير منيح، لانه هذا الموضوع كثير شددت عليه وانا رح ارجع شوي شدد عليه. شو معقول تكون اذا بدك المساج الثاني الاساسي اللي ممكن نقوله اليوم، انه بالاجمال إذا أنا شخص بأكل بشكل منوع، رح فسر شوي شو معنات أكل بشكل منوع، يعني بيمرق بأكلة خضرة، بيمرق بأكلة فواكه، بيمرق بأكلة حبوب كاملة، بيمرق بأكلة حليب، أما مشتقات الحليب، بمرق أكل سمك من وقت للتاني، وبتعرض للشمس بشكل خليني أقول سليم، لأنه كمان ما ننسى أنه الشمس فيها تكون مأزية، فإذا بتعرض للشمس بشكل سليم. هلأ رح بسط شوي شو معنات تعرض للشمس بشكل سليم، أنه بالإجمال إذا بدك شوي المدارس الطبية بتقول إذا في يوميا تعرض 10 دقائق لربع ساعة بس بالفترات المش مؤذية، يعني قبل الساعة 10 وبعد الساعة 3، ويفضل أنه يتعرض قسم كبير من الجسم، يعني الإيدين والإجرين مينيموم كاملين يتعرضوا للشمس إذا فيه يوميا، أما فينا نقول يوم أي يوم لا إذا بزيد الوقت شوي، هذا كافي. إذا أنا لكن شخص بيكل بشكل سليم وبتعرض للشمس بشكل سليم وما عندي مشاكل صحية وما عندي سوء بالتغذية، أنا مني بحاجة لمكملات غذائية، أنا مني بحاجة لفيتامينات ومني بحاجة لمعادن. ولكن إذا وحدة من هودي منا ماشي حالة، يعني عندي سوء تغذية بطريقة معينة، ما بتعرض للشمس، عندي مشاكل صحية بتحتم علي أني يكون عم باخد نوع من أنواع الفيتامينات، هذا الشيء ساعتها بيقرره الفريق الطبي وبيقرره الأخصائي بالتغذية اللي عم بيتابع الشخص. ولكن أنا بدي أتشكر حضورك كتير دكتور عون، وبعتقد عن جد رح أرجع عيد اللي قلته بالبداية، الفاميلي دكتور أو الاختصاصي بالأمراض العامة هي ثقافة لازم نصير نعتمدها لحتى نكون عن جد عم نتوقع من كل شيء ممكن يصيبنا. أهلا وسهلا فيك وفصح مجيد مرة تانية. مشاهدينا لهون رح ودعكم أكيد استثنائيا اليوم بتمام الساعة 11، بكرة زملائي بلاقيكم بتمام الساعة 8:30، وهلأ رح ننتقل مع وقائع القداس الإله بمنتنى السبت تنين البعوث.